مساء الخير. مساء الحب ومساء الجمال بعناوين الليلة. انت ليه هون؟ شكرا سلام، انا كمان بشكرك انه انا هون اليوم. الوزير بسير بيعلن بحديث تلفزيوني اكتشاف المي والنفط لما كان بوزارة الطاقة، اما الكهرباء فتركها لتوماس اديسون. بالطاقة اكتشفنا ثروتين، مي ونفط. الوزير والنائب والمحامي أولى فتوش بيعتدوا على موظفة بقصر العدل، فتوش اعتبرها مؤامرة على مواقفه الوطنية، ومواقفه الوطنية نفت يكون عنده أي مواقف وطنية. أنا سمعت أنه تم شطب الفتوش من على كل المنيوز بلبنان إلا زحلة. لا مان، بحبها أنا مع دبس الرمان. نقول فتوش نائب الأمة سدد لكمة مباشرة إلى موظفة في قصر العدل في بعبدة، الخبر كسر جدار الصمت. الكشف عن خلية نايمة بالضنية عم تحاول تفيق المارد السني، الجيش بداهم استوديو داعش للتصوير وبيلقى القبض على فار وبسينتين وهامستر. نفذت قوة من مديرية المخابرات عملية أمنية دقيقة في بلدة عاصون في قضاء الضنية بعد رصد مكان وجود الإرهابي أحمد سليم مقاتي. بعد بلوغه سن ال 25 اتفاق الطايف بيعمل فحص دي ان اي وبيطلع ابنه لميشيل فرعون. شو عم تحكي؟ من هو كمان طلع نايم معهم كلهم ميشيل فرعون؟ مش معقول، حتى داعي كمان بامه للتعقيد؟ شو هالمسلسل التركي اللي عايشينه هيدا؟ فوفي حقق حلمه وتوظف بالدولة، عباس وفتوش ايد وحدة، وابو طلال توفى ورجع تقمص كابو طلال. هلا احمد بخط عيد استاذ مالك صار بده يجيب مثلا اذا بدك صلح في عامله لازم يخبرنا كيف صارت تجربتها بالحياه. يعني انا بلا هلال، وانا كوندا، وهيدي نشره الشي ان ان. كثير حبيتك يا حي. حلو اسم انا كوندا، عم فكر اذا اجاني بنت سميها هيك. وانا بلا شو؟ انا بلا بحب جوزها. مساء الخير وهالوين مبارك. كل شيء من حولنا بخوف، داعش صارت بطرابلس وعم بتم التصدي لها من خلال الجيش، واكيد اجتماعات مكثفه من فعاليات طرابلس. ولانه حياتنا عباره عن فيلم رعب طويل، حلقه اليوم للراشدين فقط. كرمال هيك فوفي منه معنا اليوم. اليوم حيرافقني صديق البرنامج لاعب الخفه بوجي اللي حيطلع لنا ارنب من تيزو. شكرا سلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير. بتعرف سلام، صرنا بسنه هجريه جديده، اسال الله تعالى عاما مليء بالامن والخير والرخاء. الله الله يا حبيبي اخ عبد، واي سنه صرنا؟ صرنا بال 1436. اوف ليك وين بعدنا مان، بعد ما في كهرباء ولا سيارات. لكن سنة هجرية جديدة وحال المسلمين من سيء لأسوأ. السنة الماضية صار عنا خلافة رجعتنا 1400 سنة لورا. اليوم 11 دولة عربية عم بتعاني من حروب وإرهاب، بس لبنان عنده مشاكل من نوع تاني. لبنان في موظف دولي ما بيشتغل بيعتدي على موظف الدولة تاني ما بيشتغل أكتر، وبلبنان في شركات إخصاء مش إحصاء. عنا في مستشفيات بتموت الأحياء وبتحيي الموتى لتقبض عليهم. بلبنان آخر انتخابات صارت كانت انتخابات نقابة الجرافيك ديزاينرز. خلينا ننتقل لخبر الفتوش. نقول فتوش نائب الأمة سدد لكمة مباشرة إلى موظفة في قصر العدل في بعبدة. طلعت بالشكوى الثانية بلا شفية، في وحدة بلا أخلاق. عندها قلت غصب عن رقبتك. نايب بقول لموظف الدولة غصب عن رقبتك بدك تعمليها. شوي بطل اكشلي اذا تفكر فيها، شوي بطل يعني. مين منا ما بيجي على بالي يقول هيك لموظف دولة؟ الموضوع كبر كتير وصار مثل كرة التلج وظلت تتضخم لخرجت الامور عن السيطرة. ردات الفعل تنوعت من استنكار وادانة لاشمئزاز شديد والعيان نفس وحرارة. حزب الله رفض تطويل الموضوع. وليد جملاط بعت كتاب احتجاج لمجلس الامن. سمير جعجع اجرى مروحة اتصالات مع ناس مش مهمين. تنظيم داعش وصف التصرف بالهمجة. بان كي مون اعرب عن قلقه. عمرو دياب نزل البوم جديد. وريني زلويجر صارت تشبه صبحي توفيق. اقدم مجهولون على قرصنة موقع سعادة البطل ناشرين عبره صورا تسخر من سعادته على الطريقة اللبنانية. اعتصم زملاء منال على مدخل قصر عدل بعبدة. نقولها فتوش ايدك منقطع لك اياها، بتمد ايدك على بنت من الشوف، ايدك منقطع لك اياها من الشرشة، من مكتفك منقطع لك اياها.
هذا استهزاء في الطائفة العربية الدرجية، كما شكل هذا الاعتداء إهانة للمجلس النيابي. معاش احملها، إذا فيك تحملها احملها يا ضبع. لكن أخ عبد كل العالم تأثر بهذا الخبر، ردة الفعل كانت مخيفة. بالفعل بالفعل، اعتراف بالخطأ فضيلة استاذ. شو خص بها؟ ما خص، عفوا كفي. لكن عرب التمديد اضطر يتمادى كرمال موظف عم يتلكأ بشغله. طيب النايب اللي عم يتلكأ بشغله كيف فينا نحاسبه؟ انا بقترح بركي نعمل انتخابات نزيهة. لا اخ عبد، لانه ما في انتخابات اول شيء، ونزيهة صارت عاهرة رخيصة. دماج بالفعل سلام، بما انه انا ابن البقاع وراسي ما بيحملني انه مرة تقول لي وقف بالدور. بتفهم ردة فعل الوزير فتوش، انت ما بيهمك رأيي وانا عارفين هذا الشيء. خلينا نسأل العالم الكلاس شو رأيك بهذا الموضوع؟ مرحبا، بتعرفي الوزير فتوش؟ لا. كيف ما بتعرفي؟ هذا ضرب بانت شقفها. بعرف. شو رأيك باللي عمله؟ كتير منيح. منيح انه شو عمل هو؟ اللحمة بعجين. لا مش مع انه يضربها، بس كموظفين كمان لازم يحترموا الزبون اللي جاي عم بيقدم شكوى. خي النواب كله ما بيسوى، يا اللي بيحكوا بفتنة، يا بتعدوا على العالم. يو نو وزير فتوش سلاد. يس. شي نوز. هيدا عمل شيء لا يغتفر عليه. يا خي فتوش اول شيء رجل نافذ. شو رايك بموظفين الدوله؟ داوي تشد ايدك. ما عمل شيء. سمعت شو عمل، سوقته فيهم ما بس. طول عمرنا انت من زحله؟ عم نتقوى على مرة، بس هو تقوى على مرة لانه هو مرة. اذا حدا مد ايده علي بكسر له اياها. صاير عامل حاله ابو علي عنتر هالايام، بس هو الهيئه بعد ما نقول لك اياها. يعني مثل ما شافت سلام، ما حدا متعاطف مع الوزير فتوش غير انا. يعني فجأة كل العالم، كل الشعب اللبناني صار مناصر لحقوق المرأة. هل هو حبا بالمرأة أم كرها بالوزير فتوش؟ كان معكم كوانتان تارانتينو، عجاج حسن علموسي جعفر، شي أن آن. بالفعل ردات فعل عنيفة. يمكن الحق على الوزير فتوش تأخر 4 أيام ليبرر عملته، بس كيف بررها وشو قال بالتحديد؟ قلت غصب عن رقبتك مفروض تسجلي الشكوى، فارتفع صوتي ولم اضربها. لا هو ما مد ايده، بس انه مد لسانه، انه عادة بتحكي بهيك لغة. ايه انه تصور مرحبا لو سمحت ممكن تعطيني كيلو كوسة بس من عند رقبتك. ايه اكيد تكرم عينك امك اللي خلفك. يا هلا يا هلا تفضل. ما بدها هالقد القصة يا شباب، ما بدها ابدا. انا بسيط كتير. ايه بتقلي في مؤامرة؟ ايه حبيبي، في قصة مشروع التمديد اللي هو مشروع انقاذ للوطن. واو واو على التواضع. انا خلص سلام سمحت، ما بقى تعيدها نوتي فتوش بليز، ما بقى تعيدها. مين انت؟ انا وزير. انت مين يا الفولة فتوش؟ انا الوزير، انا النايب، انا الدكتور، انا المحامي، انا الاستاذ الجامعي. انا انت الماما، انت البابا، انت المفلع، كلهم هو المحامي النايب الوزير الدكتور كلهم والمفلع كلهم نزلوا فيها وانا عيط. ولك عيب يعني ينسوا تاريخ انسان؟ انا عملت السياحة بلبنان، انا اظهرت جماله للبنان. طب اذا هو عمل السياحة انت شو عملت؟ انا عملت ليبو ساكشن، انا كان كرشي اكبر بس انه شلته. ايه بس ليك تعرف هو مزبوط عمل سياحة، هو كان عمل اول سفاري بلبنان لانه كان مربى اسد عنده بالجنينة. مزبوط. ايه وهجم على العالم. ايه وعمل كمان كمان الجبال، عمل هيك نحاتهم كلهم كسرهم. ايه وعمل بدل الجبال صار هضبان. مزبوط. ايه عجائب الدنيا. لا 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 كتير. وبعدين حتى مغارة جعيتة. برافو عليك. لزمك. لزمها واحد سنجل يا بيدفعوا 1000 ليرة بالسنة لوزارة السياحة. انه كمان نعزل. هو عامل السياحة عن جد. كمان حقوق الانسان والبيئة هاي كلها تحميلات، تحميل سوبوزيتوار خلقها الغرب ليخدر الشعوب الضعيفة بها. تعرف فؤاد كان عم يحضر المؤتمر، اول ما سمع انه حقوق الانسان تحميله دغري. دكتور انا كتير بحب حقوق الانسان. دكتور كتير يقبرني حقوق الانسان. كل وظيفه بتاثر على صاحبها، فالمحاماه بتخلي المحامي يكذب، المحاسب لازم يكون انطوائي، وممثل البورنو لازم تكون حمامته كبيره. مشان هيك ما عم ياخذوني امثل يعني بافلام؟ لا مش من جنان. اوكي من شان هيك اذا بدك. طيب
حادثة الوزير فتوش مع الموظفة منال ضو فتحت ملف موظفي الدولة ومشاكله المزمنة، من موضوع سلسلة الرتب والرواتب لمسلسل المياومين الطويل لللايف ستايل تبع موظفي الدولة. نحن بالشي ان ان قضينا يوم مع موظف دولة نموذجي وصورناه على طريقة تلفزيون الواقع. عندي طوابع، عندي طوابع، هلا بلاقي لك ايه لحوق يا خي. ولك وين ايه يا خي؟ مات. اوكي فهمت خلاص. مرحبا. تفضل. عفوا بس في عندي هالمعاملة. بس تخلص هيدا بايدي اعمل معروف. اهلا وسهلا فيك. هي عندنا مشكلة صغيرة بس ناقصة طابع. وين بلاقي طوابع؟ بدك تطلع على السابح. طب ليه ما قالوا لي من الاساس يا خي؟ عامل لك هلا بدك تطلع. اهلا وسهلا فيك، نحن عندنا طابع. يا اهلا وسهلا. خلص تفضل. مش الحال يعني؟ يعطيك العافيه. شكرا. اهلا وسهلا. شكرا كثير لك. بس سوري، بس وين في فوتوكوبيوز؟ هون حدنا دغري بتعمل الفوتوكوبي. وين؟ هون بال عفوا. خلينا ناخد بريك صغير بعد ما نرجع. جبران باسيل بكلام الناس فظيع عظيم. هيك بدي اقول لك شغله، انه بتفاجئ دائما المواطن بيصرح بعد ما يكون في ارهابي وعمليه انه ما شاف شيء مشبوه. ما كيف في حدا مشبوه؟ كيف شكله هذا المشبوه؟ يعني كيف يعني بيكون مشبوه؟ بنكر صعب يكون شكله هيك. هذا المشبوه انا سلام. هيدي شو الساحرة والعياذ بالله يعني جاب لنا اياها؟ هيدي الساحرة ليلى. هي اسمها ليلى؟ ايه ليلى يعني هي ساحرة وبتتنبأ بقصص. عن جد وحقيقية يعني؟ لا دجالة. لا شو بدك يعني؟ ما فيني اسألها عن حياتها العاطفية بال 2015؟ اصلا ما عندك حياة عاطفية لا بال 2015 ولا من قبل. وزير الخارجية جبران باسيل طلع بمقابلة مع مرسيل غانم على ال بي سي. برني جيزو مرسيل غانم جرب يعمل شغله ويسأل أسئلة، وكمان جبران باسيل جرب يعمل شغله ويكون ثقيل. تلحقني دقيقة. تفضل معي. خليني هذا اسمح لي. تفضل. هذا المعيار الثالث. خليني كفي لك. اوكي. خليني كفي لك. خليني اقول لك. كيف بدها تصير؟ رح اقول لك كيف استاذ مرسيل. خليك معي. انتخاب من الشعب لانه نقاش طويل ما بدي. خليك معي خليك معي. تفضل. خليني اسالك سؤال اخير استاذ مرسيل. نعم. بس تطرح موضوع خليني اجاوب عليه دغري احسن ما بعرف شو. لا لانه بدي امشي بالتدرج معك. هيدا وقت انسال عن عالم غيره. اما وقت انسال عن حاله قلع مظبوط. بالاتصالات اكتشفت ثروه للبنان. نعم. يلي هي هواه وناسه. نعم. هالترددات. بالطاقه اكتشفنا ثروتين، مي ونفط. بالخارجيه اكتشفنا ثروه اغترابيه. طيب مش اغترابية. انا اكتشفت. اكتشف. مش انه حسن عم اشتغل على، لا اكتشف النفط واكتشف المي واكتشف الكهرباء. لحظة، هو شو الفرق بين التحسين والاكتشاف؟ التحسين هو انه انت حسنت بشيء كان موجود اساسا، بينما الاكتشاف يعني تعمل من شيء ما كان شيء. طب يعني الجنرال اكتشف جبران ولا حسنه؟ لا، الجنرال اكتشف جبران بس ما قدر يحسنه. او لحظة، جبران اكتشف الجنرال ونحن اكتشفنا ثروتك الليلة الفكرية الطاقة المتجددة بالخارجية. كفى مرسيل يعمل شغله وسأله لجبران باسيل إذا اكتشف شي كوميسيون بموضوع النفط ومين عم بيعطله، وكفى جبران يعمل شغله العادي. خليني أقول لك وكأنه أنتوا عاملين في صفقات. تسمح لي يعني أنا لما بقرأ بالجريدة خليني أعطيك مثلا. تسمح لي بس أستاذ مرسيل إذا بتسمح لي. تفضل. إذا بتسمح لي بترجيك. لا انه لانه لا ما خليني كفيلك. خليني كفيلك. خليني كفيلك. انا عندي معلومات بس عم خليني اعمل لك. خليني كفيلك. ما رح تنجح معك هذه الطريقه. انا خليني اقول اكثر ما رح اقول. يا ريت خليتني اني اسال اسئله اكثر، اني اطرح اسئله اكثر. كل وقت كنت عم تقمعني مع انه معروف عنك صدرك رحب وبترحب بالاسئله، بس ليه ما خليتني اسال؟ بتعرف جبران شو كان عامل؟ لا ما بعرف. وانا اذا بتشوف شو بدافع برا عن موضوع ضد الاسلاموفوبيا. هو ضد الاسلاموفوبيا يعني مثل عم بقول لك هيدا اللي بيقول انه I'm not gay بس هيك my boyfriend is. لحظه، ضد الاسلاموفوبيا وبنفس الوقت ضد داعش؟ ما اكتفى يحارب بن بيد، قرر جبران ينزل بسلاحه
تقيل. يعني هلا بلشنا بنبيد، بعد شوي بنعمل شيء ثاني، الزيت، هلا عم نفكر بالتفاح. اذا ما مشي الحال تعهد جبران باسيل ينزل كوكتيل شقف على المعركه لتحسين صوره لبنان بالخارج. هذا اذا ما مشي الحال. شهيتني. ووزراء المستقبل من طرابلس بيقولوا لنا معروف المشكله، يروحوا ضبوا اثنين ثلاثه بتنحل كل قصه طرابلس وبس نضبط رائد. ليش كانوا متروكين؟ ليش كانوا متروكين؟ معروف ليش كانوا متروكين، لانه متروكين، لانه برخاوي عسكريه كانوا متروكين. بعد دخلك مش عديله هو بالجيش؟ لا لا، هو عديله بالجيش، بس هو ما عم يحكي عن الرخاوي تبع عديله، عم يحكي عن الرخاوي تبع العالم اللي حوالين عديله. طيب خلينا ناخذ بريك، لكن بعد ما نرجع شو في بعد ما نرجع؟ في ابو طلال غصن قضيه ابسوس وابو طلال. ليك هو اسمه اتفاق الطايف ولا اتفاق لقطايف؟ لا اتفاق الطايف. ما خص لقطايف؟ طايف طيبين بس مش باتفاق. غريب، كنت مخدوع كل عمري على فكره. انت مفكر انه جابوا قطايف وقعدوا عملوا ايه مان؟ انا ليك انا عمتها لامي بتقول بس يشوفوا القطايفه بينسوا الطايفه. انا قلت مش انا كان. خالد الضاهي ذكر اسمه بالتحقيقات استاذ سلام. إيه. مش بس عم بيشجعهم يتركوا الجيش اللبناني، كمان عم بيشجعهم على مقابله الحوريات. عم بيشجع على انه موتوا وفاق بتشوفوا الحوريه. ومن يومين نزلت حوريه بالغلط زحطت اجرى من فاق ورجعوا سحبوها دغري يا فاق. سألت هيك. ايه. طيب على كل حال مش هذا موضوعنا. كثير من البرامج اللبنانيه صارت تشبه التبول اللا ارادي، مزعجه وما بدك هي بس غصب عن رقبتك بدك تشوفها. مشان هيك لناخذ فكره اكثر معنا المحلل ابو طلال. ابو طلال، البرامج اللبنانيه. استاذ سلام حقيقه انا حفوت دغري بالموضوع، منبلش اذا بدك اي بروجرام لبناني اليوم معدوم الثقافه والعمق وال وفي مسجات ولا شيء، يمكن بس في مسجز يعني؟ لا ما في رسالات للمجتمع عشان يوعوا، عرفت؟ يعني يمكن بس في توب 10 بمحل انه عم بوصل الجمهور لا عن جد حقيقة. شكرا. بس بلش مثلا عندك احمد بالخط العريض، هلا احمد بالخط العريض استاذ مالك صار بده يجيب مثلا اذا بدك سلحفة عاملة لازبيان ويخبرنا كيف صارت تجربتها بالحياة يعني. انا سمعت انه في سلاحف عاملين لازبيان قبل مرة بده يجيب هلا سلحفة، الانكح منك انه زفان عشان يكيدوا لمالك مكتبه صار جايب وحدة، يعني شو بدي اقول لك، بجيب وحدة مختص فينا اربعة بالحي، بقوم مالك مكتب الاكيد ولا زفان بجيب وحدة مختص فينا المنطقة كلها. يعني بحطوها ورا المتردد. نفس الموضوع بس العدد. نفس الموضوع بحطوها ورا المتردد. انا اسمي فاتن وبي اغتصبني كان سكران وسلحني. بقول له شو عملت؟ قبلت استسلمت. طب انه شو يعني انا ليه بدي اعرف اذا اغتصبها ولا ما اغتصبها؟ كله تفاهة، كله سخافة، كله قرف. طب توني خليفة ريما كركي دعست بقلبها. لا ريما كركي عشان لك عن جان حبه. استاذ طوني خليفه المحترم، نعم، جاب من فتره بحلقه على الهواء وحده متزوجه زواج متعه، زواج شو؟ متعه متعه مصريه مع ابنها وحط مقابلها شيخ، وبلش يسال الشيخ اذا هذا الصبي ابنها بالمتعه ولا ابن مين بكون؟ طيب طب ليه 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 لحظه ليه مصريه؟ لا لان سياسه التلفزيونات، سياسة التلفزيونات بطل يقدر يجيبها. هلا انت افترض لو بعده طوني خليفة عن نيو تي في كان جاب وحدة حكى عن المتعة؟ لا نيو تي في كلها كانوا متعوه. مظبوط وجمهور نيو تي في مظبوط بس انت في على ام تي في في يحكي عن المتعة، جاب وحدة متعة للاسف كله عم يتسيس يا استاذ سلام، يعني حقيقة شيء مرزي. انت هذا الشيء زعجك ليه؟ برافو عليك، انت هون نحن عم بعيشوك انت على تعاسة غيرك. بجيبوه بيبكي بتجربه بنوع واصلا بدي اقول لك شغله ثانيه كمان، برامج الثانيه التوك شو اللي بجيبوا لك ضيف بعضوه بوجهه كلها فضايح، انه انت قامتين مضبوط مثلا مثل البروجرام بديش اقول مين يعني، بس انه بيعطيه مثل شيفره بقول له فكها. طبعا مصاري تمام بليق بالضبط، بس انا حاعطيك شيفره وانت فكها هلا وهي واضحه. سعوديه تخت فرشه مصاري، يعني واحد راح اشترى تخت وفرشه لعفش لبيته بالضبط بالضبط. شوف السقافه لوين، شوف قد ايه انت حللت عشان تعرف انه راح اشترى. بركي قصده انه السعوديه دائما بيدفعوا لحتى الساكس او لا 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 لا، هو هو فعليا قصده انه اشترى موبيليا من السعوديه عم ينقل بضاعه مش هون على الهيدا. طب هذا بشوفك احسن من هيك، معلومات عامه وكذا برنامج حقيقه برامج كثير ناجحه متقدمه ومتطوره يعني بلبنان، بس انا بطالب حقيقه استاذ سلام انه يرجع فوفي عشان انا ملبى كثير وموتر معك مش عارف مثل، واصلا انا ما كثير بحب اطلع معك يعني حقيقه، وفي شغله قتلتني كثير كانه نيو تي في ناموا على الابد ولا لا؟ لا هن التنين التنين خلاص. شكرا ابو طلال على المداخله. سامحني ببوس ايدك. خلص وحياة الله ماشي الحال. ايه مكتوب بالنص ما بحبش اطلع معك فؤاد انا.
كبرت المشكلة بين شركة إبسوس والتلفزيونات أو الإعلام، وتم انسحاب 6 تلفزيونات هن الام تي في، المستقبل، الجديد، المنار، ان بي ان، وتلفزيون لبنان، لأنه بحسب وجهة نظرهم الشركة أي إبسوس ما عندها شفافية ولا مصداقية، ومنحازة لمحطة واحدة الال بي سي. المشكلة صار له 10 سنين إذا مش أكتر، بس اللي تغير هلأ إنه التلفزيونات صار عندها أدلة بتفضح احتكار وتحايل. منشان هيك اخر فتره عم تشوفوا تقارير من الال بي سي، وبترد عليها الجديد بتقارير كمان. الال بي سي بتخوف وبتهدد، والجديد بتدفش من اجل الحقيقه. في لبنان 8 محطات تلفزيونيه تعيش من سوق اعلاني لا يتعدى حجمه في احسن الاحوال 60 مليون دولار، توزع وفقا لنتائج احصاء كانت تضعها شركه إبسوس التي اتهمت بانها منحازه لمحطه الال بي سي اي لمجرد انها تحصل على المرتبه الاولى في غالب الاحيان. بهذه المقدمه الموجزه انطلق تقرير الال بي سي دفاعا عن إبسوس. لنعرف اكثر عن الموضوع معنا المراسل جاد غصن اللي عمل تقرير ردا على التهديدات او تفسيرا اللي نزلوه الال بي سي. جاد، لشو في احصاءات؟ ليه مهمه للتلفزيونات؟ لانه التلفزيونات مدخوله بيجي من الاعلانات، والاعلانات سعرها بصير يزيد حسب قديش كل بروجرام عم بيشاهد اكثر. هلا حاليا الال بي سي دائما بالمرتبه الاولى، مش دائما بس باغلبيه الوقت. باغلبيه الوقت هذا الشيء عم بيقولوا انه مش بطبيعه الحال عم بيصير، ولكن في شيء مثل اتفاق كانه بين إبسوس والال بي سي تتبقى ال بي سي اولى تضل مدخولها الاكبر. ليه؟ سوق الاعلان 60 مليون، هل بهيدي الطريقة بصير الال بي سي محافظة دايما على المدخول، يعني حصتها مأمنة؟ صحيح، لأنه بقية التلفزيونات بتصير شو ما عملت بروجرامات، شو ما طلع الريتنج بالنسبة لها بتعتبر هذا البروجرام ناجح والريتنج تبعه أكتر، بتنحط بمحل تاني. الال بي سي دايما أولى، يوزعوا الإعلانات نسبيا بيناتهم، رح تبقى الال بي سي تاخد حصة الأكبر. يعني بس إذا عم مثل ما عم تطرحه بيكبر سوق الإعلاني، بصير 200 مليون مثل ما طرح يعني بعض الشركات الريجيات عم بتقول انه في هذا الماركت يكبر، مش هيك؟ في مثال هي شو الفكره؟ الفكره انه ليش ما عم يكبر السوق؟ له تقريبا 20 سنه ثابت بين 55 و60 مليون، لانه هذا المعلن ما عاد عنده ثقه بهالارقام، عم بيروح يهرب ويروح على سوق بيعرف انا بحط دعايته. انا اليوم وقت الريتنج يكون فيها مشكل داخلي بالبلد ومنه جديد له فتره طويله، هذا المعلن بيقول ليش بدي احط اعلاني هون؟ بروح بحطه بكل الشرق الاوسط، لبنان بلد صغير. القنوات اللي هي معارضه عم بتقول خلينا نعمل سيستم يكون ثابت في اجماع عليه من الكل، بيرجع الثقه بهذا القطاع، بيرجع المعلن يحط فيه مصاري. يعني اذا صار في مصاري اكثر التلفزيونات بيصير عندها قدره انتاجيه اعلى؟ مشان هيك نحن مهتمين بالموضوع. يعني بصير معنا مصاري. تحسنوا معاشاتنا. يعني بطل انا استرخص وجيب شخص مثل عبد. الاول كنا عم نحكيك. يا ريت استضفناك من زمان والله يا عبد. في خلل بتوزيع، يعني بس نفسر المشاهدين انه بيوزعوا علب بارامترز بسموهم بحطوهم بقلب البيوت، صح، وبصير بيراقبوا اي محطه عم تحضر وشو، صح، عم تحضر. عينات حوالي سيبسوس عندها تقريبا 600 عينه بس 600 عينه؟ بعد هون الخلل من الاول مبلش. ما هو صار في اوديت سنه 2011، وهذا الاوديت دولي روبرت رود طلب منهم انه رود صحيح توزيع العينات لازم يكون شوي واسع اكثر على كل الطوائف كل المناطق، ولازم العدد يكبر. هلا اليوم ما حدا بيعرف شو صار لان بطل في اي اوضه. بس اسف بدك تقول لي في بالضاحيه شيء من هودي ال ما حدا سمح لهم الحزب مثلا يحطوا؟ هي الضاحيه المشكله انه ما بتصور في حدا رح يقبل يحطوا له هالمكنه اللي هي لوحدها بتعطي المعلومات لوحدها بدون ما انت تكبس شيء. هي بتصير تبعت معلومات من سيولارك بدون ما تشغله وتبعت دغري على الشركه. يعني لو محطوط كان اكيد طلعت الجديد الاولى. صحيح. طيب هلا شو هو الشيء اللي انكشف؟ شو اللي تغير يعني؟ لحتى الكل صافي في صف واحدة كل التلفزيونات. هلا اللي صار انه كل التلفزيونات كان عندها مشاكل دائمة. باخر فترة ال بي سي بتقرر يصير في عندها كذا قناة، ال بي سي وال بي سي وال بي سي دراما. مظبوط. توزعت هذه القنوات، هذه القنوات يجب ان تحسب كل وحدة قناة، كل وحدة لها دعايتها. بس بليز جاد، توزعت هذه القنوات لراحة المشاهد، إذا واحد عم يحضر أخبار بيقلب، إذا عم يحضر مسلسل وصار في خبر بيقلب على ال دي سي، هذه لراحة المشاهد مش توازيا مع راحة المشاهد. ما توزعوا الإعلانات، ما توزعوا الريتنج على 6 محطات ولا 4 ولا 5 اللي هن عدد ال بي سي اللي توزعوا، بقوا يجمعوهم كلهم ويحطوهم تحت اسم ال بي سي. هيدا انكشف كان بدون معرفة بقية التلفزيونات. هذا تحايل. انا ما بحط بدمتي. لا انا عم بقول هذا تحايل. اذا بيرفعوا دعوة بيرفعوا رايك. طيب لكن الحل انه بتوسيع السوق لكل التلفزيونات يصيروا محترمين ومن دون ما نبلش ننق، مش هيك؟ طيب اذا انتم بدكم توسعوا السوق وهن ضد توسيع السوق،
ما بيطرح علامة استفهام هذا؟ شو الدافع انه يدافع على قد؟ هلا الفريق الثاني ما بيقول انه انا ضد توسيع السوق، بيقول الارقام مزبوطة، هو السوق مش عم يتحسن لاسباب تانية. الفكرة انه في شركة اخرى هلا عم تعمل ستاتستكس، في فريق عم يطالب تعوا تنجيب اوديت ونشوف اذا شغله ماشي، تنكون حلت المشاكل القضائيه على ايبسوس، بما انه التلفزيونات رافعين دعاوى الى اكثر من 3-4 سنين على ايبسوس، تنبت هيدي الدعاوى بنرجع بنشوف ايبسوس شو بنعمل فيها. يعني انا دائما بشجع انه يصير في ميرج، يعني كل المحطات، يعني ست شوي سبعه تقال علينا، ثمانيه يمكن نحن سبع محطات شوي كثار، لازم يعملوا ميرج هيك كلهم، خي يعملوا لكل طائفه وحده. هو هيك جاد غصن. شكرا كثير لك، بعتقد فهمت شوي. فهمت يا صبي؟ ما فهمت شيء، بس شكرا كثير لك. سلمنا على نوال بري. وصل. هذه كانت حلقتنا للاسبوع. اذا حابين تزيدونا على فيسبوك وتويتر وكل القصص اللي تحت، اذا حابين تعرفوا كمان اكثر عن كليبات بنصورها بالمكتب في شي ان ان اوفيشال يوتيوب. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. خلص عملت البيبرون؟ ايه حنام. طب طفوا الضوء اذا حنام. You said that you scared us all the world? Yes? We scare you. And all the world is better than you. You are a frog and you are terrible. So you can't make anything. All the girls are with us, not with you. Yes. I will stay there on my land. And you, Uncle, I will stay here. Yes, you can do it. Yes, you can do it.